الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز العليم القائل في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله، الحمد لله ذي الملك القديم، الحمد لله قبل رضاه، والحمد لله بعد الرضا والنعيم. جعل السعادة والضياء والرضا والهناء والمودة والسناء والمجد والثناء والرفعة والإباء في اتباع رسالة السماء والسير على النهج الأنبياء في فهم سلفنا العظماء. والصلاة والسلام على النعمة المزداة والرحمة المهداة صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والكف الأعطر والقلب الأظهر والدين الأيسر المبعوث إلى الأبيض والأسود والأحمر محمد بن عبد الله القائل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. السيدات سادة الحضور، ضيوف الأكارم من كبار المسؤولين، وجهاء البلد من علماء وأكاديميين وأطباء وإداريين وإعلاميين وصناع القرار، أصحاب الفضيلة والسعادة من مسؤولي الجامعات الصديقة، عمداء جميع الكليات والأساتذة والدكاترة الكرام، الزملاء والزميلات الأعزاء في جامعتنا العريقة الجامعة الإسلامية. أقدم إليكم باسمي واسم إخواني الخريجين والخريجات تحية نضرة عطرة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الغالين أحباب السلام، كزهر الفل يسقيه الغمام، سلام كالنمير العذريا كبدر الليل إذ يغصو الظلام، سلام من حنايا القلب يمضي فتغمره المحبة والوئام، سلام الله أبعثه إليكم فردوا أنتم وقوم كرام. أيها الحفل الكريم، في حياة كل منا أيام مشهودة تبقى في الذاكرة لا يمحوها الزمن، ويأتي يوم التخرج الأسعد بين تلك الأيام تظل ذكراه مصاحبة لرحلة الحياة ونقطة انطلاق نحو آفاقها الرحبة وأمالها العريضة. فيسعدني اليوم أن نعبر عن شعورنا في هذه الفرحة في يوم حصاد وتتويج لجهد دائم ومتواصل بذلناه أنا وأصدقائي الخريجين والخريجات على امتداد حياتنا الدراسية في جامعتنا الجامعة الإسلامية في مختلف كلياتها وأقسامها الدراسية، وحققنا خلالها كل متطلبات النجاح. أيها الجمع المبارك، فقد كان هدفنا أن نكون للأمة يوما ما أجيالا تجمع بين العلم الراسخ وخلق الرفيع القويم، بعد أن نجد بيئة تعليمية ملائمة تقودنا إلى آفاق المجد وتدفعنا نحو قمم النجاح، مع اعتقادنا أن هذا لا يأتي بمحض الصدفة، إلا أننا بعون الله وتوفيقه رأينا أن الجهود تكاتفت من قبل والدينا وأحبابنا وأساتذتنا المخلصين لبناء طاقات وكفاءات تبلغ عنان السماء، حاملة خطط مستقبلية برؤية تسعى لأن تكون بصمة في كل البداية الإيجابية نحو الازدهار والرقي بأمتنا الصومالية. فها قد تحقق اليوم ما كان بالأمس حلما، وظهر المأمول شاهدا للعيان بفضل الله، ثم بفضل هذه المنارة الشامخة منبع العلم والعلماء ومولد الأدب والأدباء الجامعة الإسلامية. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. تحقق الحلم في رحاب هذه الجامعة التي باتت بيئة ورسالة ومنبعا للعلم والحضارة وموطنا لخلق الإبداع ومشعلا للمعرفة وأفق نهضة لأمتنا الصومالية وللعالم أجمع. وها نحن نحتفل بيوم قد في الثمر بعد 4 سنوات من سقي الشجر، يوم التخرج البهي أمام هذه الوجوه النيرة ذوي المساعي الخيرة، وكأن هذا اليوم يقول فينا بلسان الحال: شرفتم حفلا تعطر باسمكم، فنسيمنا عبق بعطر مسائي، حصد الثمار الجهد فيه صواعد، هم في بلاد الخير خير بنائي،
وعلى سلكوا طريق العلم أشرف مسلك سارت عليه قوافل العظماء، وعلى منصات التخرج أقسموا ليواصلن مسيرة الإنماء. عنهم وقفت اليوم أنشد أحرفي رمزا لصدق محبة ووفاء. إخواني الأعزاء، بمناسبة هذا الحفل السعيد أنتهز الفرصة لإهداء تخرجنا هذا لآبائنا وأمهاتنا حفظهم الله ورعاهم وأدامهم على رؤوسنا تاجا، فقد انتظروا أكثر من 20 عاما ليروا أبناءهم يحققون ما حلموا أن يروهم فيهم يوما ما. فأسمى آيات الشكر لهم، مع أني أعتقد أن كلمة الشكر قليلة في حقهم. ونودي تخرجنا هذا لكل زملائنا وزميلاتنا في كل المراحل الدراسية، وكذلك لأساتذتنا في الكتاتيب والمراحل الأساسية التعليمية، وإلى أساتذتنا في الجامعة الذين تعلمنا منهم الكثير وأصبحوا ميثاقا يحتذيه الكثيرون، ليس فقط بالعلم بل وبالأخلاق والتفاني في العمل، ورأيت من خلالهم الحياة بمنظور آخر، لأنهم شمعة أضاءت لنا الكثير من الطرق في حياتنا. وأخيرا أوجه رسالتي إلى إخوتي الخريجين والخريجات، وأقول لهم انطلقوا إلى دروب النجاح معززين بالعلم والإيمان، فبهما تتحقق الآمال وتتجسد الرؤى وتتحقق الأحلام. ومدوا جسور التواصل بينكم، فأنتم أمل الحاضر وبناة المستقبل، وتذكروا أنكم كنتم فخر هذه الجامعة كما كانت فخرا لكم. هذا وأختم الكلام بما بدأت به، وهو قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.